تطبيق لبيك هو نافذة إلكترونية لمجموعة من الخدمات الذكية والمبتكرة تخدم العاملين والمتعاملين وأفراد المجتمع ضمن السياسة المتبعة والتي تنتهج السرعة والاستجابة كمبدأ راسخ لتلبية متطلبات المتعاملين في إطار محكم من ضمان أمن وسرية المعلومات وفق معايير شهادة الآيزو 27001. من خلال طوارئ لبيك يمكنك الإبلاغ ذاتياً بدون تسجيل مسبق عن كافة السلبيات والإيجابيات عبر إرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو يعقبها تحديد مكان الحدث آلياً عن طريق الجي بي اس عبر آلية سهلة. خدمة لبيك في الموعد دائماً تلبي النداءات من غرفة العمليات التي من خلالها تتم متابعة البلاغات بالبث الحي المباشر، بل والتصوير الفوري بسيارة لبيك التي تمكننا من قراءة أكثر من 21 نوعاً من المؤثرات المحيطة، ويتم الاستعانة بالطائرة بدون طيار للتوثيق، وذلك لتنفيذ الحلول العلمية والعملية. وللتفاعل مع مستخدمي التطبيق يمكنهم متابعة بلاغاتهم من خلال رقم يتم الحصول عليه فور الإرسال، وذلك بالضغط على متابعة الحالة. ومن خلال الضغط على أيقونة الخدمات يقدم التطبيق خدمة إنجاز المعاملات إلكترونياً للعاملين بالمؤسسة والمتعاملين معها توفيراً للاستخدامات الورقية بأسلوب بحث ميسر وفق تصنيف مبسط. وللتوثيق وحفظ البيانات إلكترونياً يقدم التطبيق خدمة للمفتشين المتخصصين والمنتشرين بمواقع العمل المختلفة، وذلك برصد كافة المخالفات البيئية والقيام بتنفيذ الحلول الميدانية المعالجة وإرسال النتائج الموثقة من خلال أيقونة التفتيش البيئي. ويتضمن التطبيق شريط إخباري وروابط بوسائل التواصل الاجتماعي. لتفعيل خدمة الإبلاغ والدعم الفني يقدم التطبيق وجهة الاتصال المباشر على مدار الساعة من خلال اتصل بنا. نحن في مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية من خلال تطبيق لبيك، إذ نحرص على التطوير والارتقاء بهدف توفير بيئة سليمة تلبي احتياجات وتطلعات المجتمع. لذا يهمنا استطلاع آرائكم حول خدماتنا من خلال الضغط على تقييم. لبيك مشاركة مجتمعية وخدمة مؤسسية تقدم المثال على سرعة الاستجابة في الاتصال والانتقال والإنجاز المحقق.